الله جميعا وبياكم، وجعل دائما خضراتكم في سبيله وفي رضاه من باب التعارف، لان هناك كثير من الوجوه انا ما بعرفها. فانا محمد جندلي زميل سابق لكم، الشهر القادم بكون صبي سنتين غادر بيتي الاول هو الاي واي دي، ولكن انا افتخر باننا هذه عائلتي وهؤلاء هم ابنائي. حياكم الله. اذكركم واذكر نفسي دائما بتقوى الله عز وجل، وان رب العالمين اصطفانا نحن جميعا ان يكون رزقنا رزقا حلالا من هذا المكان اللي فيه ثواب كبير. مع كل حبة رز، مع كل قطرة مياه انتم بتقدموها للفقراء والمساكين والضعفاء. إذا الصوت مسموع بدون ميكروفون نكمل. لا تمام. تأكد أخي وأختي، تأكدوا بأن الله لم ينسانا ولن يضيعنا طالما نحن حاطين نصب أعيننا أنه نحن هدفنا إغاثة أهلنا والمساكين والضعفاء والمساكين. سبحان الله، شاء السميع العليم أنه نحن نمر بمحنة الزلزال. فكنت متوقع أنه نحن بهذه الفترة اللي كنت بدي التقي فيكم فعلا، وبدعوة خاصة مني لكم جميعا، أنه أي وادي بيكون عمره صار 10 سنين. فسبحان الله اجى موضوع الزلزال فتجاوزنا هاي النقطة، لأنه لا يمكن الناس تحتفل وأهلها مكلومين. فعشر سنين إن شاء الله، وأنتم دائما على العهد ماضين ومستمرين بإدارة حكيمة ورشيدة وخطوات ثابتة افتخر فيها جميعا. ما بدي أطول عليكم اليوم. دائما اسم البنا مرتبط بمؤسس جماعة الأخوان المسلمين اللي هو الإمام حسن البنا، إلا أنه مجرد تشابه أسماء يا جماعة، ما له علاقة نهائيا. نحن معنا قاني حقيقية. أنا بتشرف أنه هو أستاذي اللي هو الدكتور هاني البنا، مؤسس الإسلامك ريليف ورئيس المنتدى العالمي بإنجلترا حاليا. الدكتور هاني بغنى ان انا اعرفه، في بعض منكم اكيد بيعرفه، واللي ما بيعرفه رح يتعرف عليه اليوم. هو ابو العمل الانساني العربي والاسلامي بمرحلتنا هي. بكل زمان بيكون في رجال بتقود هذا العمل، امثال الدكتور عبد الرحمن الصميط الله يرحمه وغيرهم. ولكن الدكتور هاني كمان له بصمه كبيره. الاسلاميك ريليف مؤسسي باتت منتشره بكل انحاء العالم وسمعتها معروفة، وكذلك أيضا المنتدى اللي هو بيرأسه حاليا. باسمكم جميعا أنا كنت سعيد أنه رحب بالدكتور هاني البنا. يا حب تكون قاعد ما في مشكلة. لا تفضل. هو بده يطلع يوقف برا كيف بده يطلع يوقف برا عشان تسجل الصوت. تفضل. زبط كل حاجة. تحياتي أخونا. توقفني كده ولا كده؟ كيف انت بتحب توقف تجيب الكاميرا بتاعتك؟ كده؟ كده؟ عشان الإنارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما تبين. سعيد جدا إن أنا أكون معاكم اليوم. هبدأ الكلمة، مش محاضرة هي، بتعريف منكم ما معنى كلمة إثم. ما حاك بالنفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم. وأنا قاعد بتمتع بالكباب وكبة النية سلطة وإيه؟ حشيش. لا أنا أحب الأفيون. حشيش ده قديم يا ابني. كتبت 40 أو 45 اسم. دكتور أخونا محمد الجندلي اتكلم عن الخير اللي احنا بنناله لما نعمل في العمل الخيري والعمل الإنساني. أنتم اختاركم الله سبحانه وتعالى هذا العمل، إن لله عبادا
اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم الى الخير وحبب الخير اليهم. انت انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامه، لكن هذا العمل خطير جدا، خطير جدا، خطير جدا، لانه يتعامل مع امال واحلام ورؤى وتطلعات ومعاناة وآلام. كل هذه الآلام والآمال أنتم شاهدون عليها، وأنتم أمام الله وأنا معكم، وحاسبون على رفعها ورفع هذا البلاء. أنا هتكلم في الإثم اللي قد يأتي وإحنا بنشتغل وإحنا مش واخدين بالنا منه، زي أخونا معرف كلمة الإثم. الإثم هو عدم الإيمان بأن العمل الإنساني الخيري رسالة، والإيمان بأنها وظيفة. عدم الإيمان بأنها رسالة وجزء من الامتداد لرسالة الأنبياء والرسل، هذا إثم. الإثم هو عدم مشاركة المعلومة التي لديه مع الآخرين واحتكارها، وعدم معرفة أن هذه المعلومة هي ملك المجتمع، المجتمع كله. الإثم هو عدم تأهيل الكوادر. آتي بناس لا يفقهون كوعهم من بوعهم. اسأل اليمنيين عن الكوع من البوع. عندكم يمني هنا؟ مفيش. ها؟ استعمارات. عدم بناء قيادات شبابية. لإذن أنا بتكلم عن أشياء الواحد شافها بيحاول ينقلها، لأن يعني العمل الخيري مش عمل وردي، ده عمل كله شوف وكله محاسبات وكله مراجعات وكل مساءلات، ليس في الدنيا فقط ولكن أمام الله سبحانه وتعالى. قد ينقذك أمام الله طفل أدخلت السرور على قلبك، أو أدخلت السرور على قلبك. الإثم هو عدم بناء المجتمعات اللي احنا بنعمل فيها، وأن نتحول إلى مقاولين إلى مقاولون، لأننا نتطلع فقط للحصول على المال، ولا نهتم بأن نبني مجتمع يكون مستقل فيما بعد. وبناء كوادر البشرية. الإثم هو عدم تعليم الآخرين من المؤسسات. أنا في جنوب أفريقيا لسه جاي، أنا وصلت امبارح، فحسيت بالذنب. أنا كنت بحضر مؤتمر لمؤسسة أخرى، فكرني كلام في المؤتمر باللي احنا كنا بنعمله من 20 سنة. أبصيت الأخ مسؤول للإغاثة في جنوب أفريقيا، قلت له نحن آثمون. قال لي ليه؟ قلت له الناس دي بتتكلم عن حاجة من 20 سنة احنا عملناها، واحنا جنبهم هنا من 20 سنة وما علمناهمش ازاي احنا انتقلنا في هذه العشرينية إلى مرحلة أخرى. فالإثم أن يتحول التنافس لعدم بناء المؤسسات الأخرى الشريكة لنا في المجتمعات. الإثم في عدم كتابة التاريخ. عندك 10 سنين، حذاري ألا نكتب التاريخ منذ أن بدأنا. التاريخ هو يصنع المستقبل، التاريخ يصنع ثقافة ويصنع فكر ويصنع فلسفة ويصنع رؤى، التاريخ يصنع قيادات. الإثم هو عدم الاهتمام بكتابة التاريخ والتوثيق، توثيق الأخطاء وتوثيق الإنجازات، ولماذا أخطأنا ولماذا وكيف أنجزنا. كنت بتكلم مع الدكتور شوية عن الروتين، إن أنا 95
95 يعني من يعني قرابة 30 سنة أخطأت خطأ كان ممكن في الإغاثة الإسلامية، لكن تدركناه وصلحناه. فالإثم هذا ألا نوثق لماذا أخطأنا، كيف أخطأنا، وكيف أنجزنا. لتترك كوثيقة أو كمسيرة للمستقبل. الإثم هو عدم الاهتمام بالدراسات والبحوث. استغلت القضية السورية ومبدعيها من مؤسسات بأننا تحولنا إلى مطفئي حرائق. ولذلك لما أفقنا بعد 10 سنوات وجدنا أننا مازلنا في مكاننا كما هو. صحيح أنجزنا، لكن كان علينا أن ننجز أكثر، أن نتحول إلى مطفئي حرائق فقط. الإثم هو عدم تطبيق المعايير الإنسانية اللي احنا طبقناها كمسلمين من زمان. هتقول لي شفافية، هقول لك عمر بن الخطاب. هتقول لي شفافية من عند نظرية جاية لك من أمريكا ولا من بريطانيا ولا من كذا، أقول لك عمر فاروق حينما أوقفته امرأة وأوقفه رجل أمام العام وسأل عن اللباس لبس عمر، من أين لك هذا؟ أعطينا ثوبا واحدا وأنت ثوبين. قال قف يا عبد الله، نجري إحنا ولا بعنين زرقاء شعر أسفل؟ إن تخلف عقلي وانحطاط حضاري وعدم إيمان بكمال رسالة الأنبياء. قم يا عبد الله. الإثم بعدم وجود شفافية محاسبية. لما جم يخشوا على سيدنا عمر سفير الرومان، أين هذا الرجل الذي يحكم العالم؟ مش حنكش وبنكش اللي بيحكمه دلوقتي. أراد أن يرى قصور وقلاع وجنود وأسلحة وسيوف وخناجر. ولا هناك، ها هو، ها هو هناك. كان ينام في ظل شجرة فوق حذاءه أو شبشبه أو بلغته. وقال الرجل الغير مسلم كلمة خالدة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لماذا لا أستعمل عمر في كلامي وأستعمل الآخرين؟ هذا دونية في الشخصية المجتمعية. تتحرك من أن تذكر من بدأوا مسيرة إنسانية من أنبياء ورسل ومصلحين إلى أن تنتمي لمسيرة أخرى هي ناقصة في القول والفعل والقيمة والأخلاق. الإثم هو عدم التواصل والتشبيب وبناء الشراكات. المال مش مالنا، المال مش مال الجمعية، المال مال صاحبه، وصاحبه هو اللي بيدفع المرتبات لينا. تعرفوا مين صاحبه؟ الأرملة والمسكين والفقير والنازح واللاجئ، لنستشعر حالتهم الاجتماعية ونحن نصرف هذه الأموال. هذا هو المالك الحقيقي للمال العام، وليست الأمم المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي، وليس هذا وذاك وذاك، إنما هو الفقير الذي إذا دعا لنا بارك الله في أعمالنا. الإثم إثم هو وجود شلالية. أجيب صاحبي، أجيب صاحبتي، أجيب بنت خالتي، بنت عمتي، وهكذا. إيه هكذا دي؟ إيه هكذا دي؟ مفيش في الشغل العام اسمها هكذا. أجيب من يصلح للعمل.
أن رجلا أو امرأة أو فتاة أو شابة أو شاب من يصلح الأصلح استأجره يا أبي. مين اللي اتجوز طلبة زوجها؟ موسى. مين طلبة العريس؟ بابا 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 هات يا بابا. يعني الست كانت بتخطب، البنت كانت بتخطب، ما لما قلت هاتوا بقى البيت ده قوي الأمين يا بابا، يعني معناها يا بابا يا بابا صح؟ فبابا فهم الموضوع. امشي على استحياء. انتوا مش فاهمين الموضوع ولا ايه؟ مش فاهمين الموضوع ولا ايه؟ انت مش فاهم الموضوع؟ لا فاهمه. الاثم هو الاعتماد على مصدر واحد التمويل. خايفة تقلب عليا. انا من اول يوم في عمل الاغاثة في نهاية الثمانينات بدأنا نفتح مصادر مختلفة للتمويل من دول مختلفة من 30 سنة، وسجلنا الإغاثة من 30 سنة في الأمم المتحدة، من 30 سنة 1993. الاسم هو عدم وجود آليات للمحاسبية والمحاسبة، ورئيس المؤسسة ليس فوق الجميع. الاسم هو عدم التجديد والابتكار والإبداع والتطوير، ده اسم. الاسم هو عدم وجود تتابع قيادي، بمعنى أنا دلوقتي رئيس إدارة مدير إدارة، يكون عندي مسؤولية في الوصف الوظيفي إن أنا وظيفتي أدرب 4 أو 5 من الشباب يكونوا قيادات، فتيات أم فتية، لما ما دربش أنا أكون آسف. الإثم وعدم التعلم من أخطائي وأخطاء الآخرين، وأنا قلت تعلم، كانت هتقفل الإغاثة في 95 بسببي أنا، فحذاري أن يقف أمامكم أحد وتقولوا عليه أنت كذا وكذا وكذا، لأن كذا وكذا وكذا في يوم من الأيام أخطأ، ولابد أن نعلم كيف أخطأ وكيف أصلح الخطأ. الإثم في وجود متلازمة المؤسس، يعني إيه؟ يعني المؤسس ده إلى الأبد، إلى الأبد، مش حاجة اسمها إلى الأبد. الإثم هو عدم وجود تعددية ثقافية وفكرية داخل المؤسسة، إن إحنا بنتعامل مع مجتمع يتغير بالثانية واللحظة واليوم، رأسياً وأفقياً في كافة الاتجاهات. الإثم في عدم وجود نساء وشباب، لأن المرأة تنظر للقضية بطريقة تختلف عن الرجل، والشاب ينظر للقضية بطريقة تختلف عن الرجل والمرأة. فإن أردنا أن نتكامل في وجود حلول فعلينا أن نشرك الجميع. الإثم هو في عدم وجود احتياط استراتيجي، لابد لكلنا، وعدم وجود أوقاف واستثمارات للمؤسسة وشركات أخرى تجارية وغيرها المؤسسة. الإثم هو في عدم تجديد الرؤية، إذا كان المجتمع بيتغير أنا أغير رؤية كذلك، أغير الاستراتيجية كذلك. الإثم في عدم وجود ميزانيات للتدريب والتأهيل، لابد يكون فرض عين على المؤسسة اللي أنا بترأسها أن يكون في نسبة لتأهيل وتدريب الموظفين، لكي لا تهدر الأموال بقلة التدريب وعدم المعرفة. الإثم وعدم وجود سفراء ونصحاء لنا أشيروا علينا أي القوم عشان يحمل مؤسسة من الخارج. الإثم هو إهمال الأجيال الأولى من المبدعين، يعني الأجيال اللي ضحت، اللي كانوا بيمشوا على رجليهم وما عندهمش عربيات، اللي بنوا دول وبنوا جامعات وبنوا مؤسسات وبنوا رجال وبنوا حضارات دون أن
يكون لهم أي قدرة تكنولوجية يعني نهملهم. كنا بنمشي بنركب أوتوبيسات في بريطانيا، كانش عندنا عربيات، كنا ساكنين في بيوت قد كده البيت. في ناس مننا أبدعوا إبداع غير عادي، ضحوا كان برضو بالشهر والاثنين والثلاثة والستة ما ياخدوش عشان في أزمة مالية في المؤسسة. كنا بنقعد في رمضان بالسنين لا نفطر مع زوجتنا أو أولادنا في كل المكاتب، في كل المكاتب يوم واحد في رمضان اللي هو شهر الكرم شهر الجود. من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إلى آخره، وغن لا نحترم هذا الجيل الذي جعل جسده كسرا لنا لنعبر عليه، ونقول هم متخلفون أبدا، هم من أرسلوا قواعد العمل لنا، واستطعنا أن نتحدث عن عمل قائم ولم يكن قائما من قبله. الإثم هو الاعتماد على التكنولوجيا فقط. أنا عايز التكنولوجيا عشان توفر لي وقت، لكن في الوقت اللي وفرت التكنولوجيا أستعمل الوقت ده في شيء آخر، مش أنيم وريح أبدا. الذي يعمل للمجتمع لا ينام، لا ينام. وهكذا كان سيدنا بلال في علاقته مع سيدنا أبو بكر، انتظر للصبح لا من يدريك لعل الصبح لا يطلع علينا، دعاه في نص الليل. وكان يذهب للمرأة، المرأة اللي هي العجوز البصيرة في أطراف المدينة، يتسابق هو وعمر على خدمتها كل يوم. كوني كعمر لا تكوني كأني البدر. الاسم هو تحويل العمل الإنساني لعمل الربح، لعمل تجاري، لعمل رقمي في جمع المال فقط، لعمل إنساني موسوعة متنامية الأطراف بداخلة قاعدتها القيم والأخلاق، قاعدتها الصدق والأمانة، قاعدتها البذل وانفاق الجهد وانفاق الوقت، ليس فقط جمع المال. أنا اليوم اللي بنجمع فيه المال في التسعينيات 100 جنيه و200 جنيه كنا بنعمل فرح فرح. الآن أصبح المال لا قيمة له، علينا نجمعه لكن مع المعايير الأخرى. الإثم والتنازع عن القيم والأخلاق من أجل جمع المال خاصة من المؤسسات الكبرى. قل لا، حرام. قل لا بنية صادقة لله سبحانه وتعالى فيفتح لك باب رزق آخر، لكن اعمل. قل لا واجلس، اعمل فيفتح الله لنا باب رزق آخر. أنا قلت الملك الحقيقي المؤسسة اللي هو الأيتام والأرامل. الإثم هو عدم معايشة معاناة المحتاج. يعني أنا لما لقيت طفلة سورية من سنتين حلمها في رأس السنة الجديدة لما قالت للشاب أنا نفسي تجيب لي خيمة لأسرتي عشان المطر، أنا هل أنا عشت اللحظة بتاعت الطفلة دي اللي عاشاها هي وأمها وأبوها وأخواتها؟ أنا نفسي الجزمة جديدة، أنا نفسي الشنطة، أنا نفسي الكرة ألعب بيها. هل عشنا اللحظة دي؟ لحظة الحرمان والقهر. الطفل لما بيقعد يلحس طبق فاضي، يلحس طبق فاضي سواء كان في اليمن أو كان في سوريا أو كان في أي مكان آخر، هل أنا عشت اللحظة دي؟ أو شعرت بهذه اللحظة وشعر بها أبنائي؟ هذه المعايشة لعمل الخير مش حواديت وخطب. العمل الخيري معايشة واقعية لواقع أليم لابد أن نغيره، ونحن قادرون على هذا.
الإثم هو عدم الانفتاح على المجتمعات التي نعمل فيها. لماذا؟ لأننا خدم من يعتقد أنه أتى ليقتل مجتمعا فهو أو هي آثمون. نحن خدم وتأتي رؤوسنا وأجسامنا لهؤلاء، والفضل لهم علينا بعد الله سبحانه وتعالى. يعني الله ثم هو الإثم وعدم التفاؤل. أنا شايف كل البلاوي دي كلها، لكن لما أخش على الأرملة واليتيم والفقراء أبتسم، والبسمة في وجه أخيك أو في وجه أختك صدقة، أتفائل عشان أرفع هذه المعاناة ولو للحظة. لأن المرأة لما بتخش عليها شباب أو الطفل بيعتقد أنك أتيت بالحل، وسيرجع هو وأبيه وأمي أو هو وأمه وإخواته مرة أخرى للضيعة التي ضاعت. فالإثم ألا نرسم صورة التفاؤل على وجوهنا. الإثم هو الإهدار، إهدار الجهد. بدنا نلعب على الفيسبوك واحنا قاعدين على الكمبيوتر، الحاجات دي كلها بنعملها كلنا، مش كده برضه؟ الإهدار، ومنظومة الإهدار خطيرة جدا. شفناها في الزلزال لما الناس حبوا يروحوا يعملوا صورة في مدن ليس فيها أحد. أنا كنت في أنطاكيا 14 مايو، لغت كل البرامج بتاعتي، كان ممكن يخش داخل السوري. كان عندنا مؤتمر في اسطنبول 10 و 11 مايو، سوري فبراير، لما رحت زرت أنطاكيا سميتها مدينة الموت، مدينة الأشباح، ها؟ مدينة الدمار. لم يكن فيها إلا الأمن والقوات المسلحة، الجيش يعني، والناس اللي هم بتوع الريسكيو المنقذين دول، والأهالي. وكانت درجة الحرارة يعني لابسين بلاطي تقيلة مش قادرين، والنساء قاعدة هي أولادها تنتظر جثث أحبابها. ومع ذلك ناس منها راحوا عشان ياخدوا صورة، راحوا عشان يرموا صندوق وصندوقين اللي محدش موجود لمين؟ هذا إثم كبير. الإثم هو عدم البذل والإيثار والتضحية. العمل اللي احنا فيه كله تضحية. قول لجوزك يضحي معاك، قول لمراتك تضحي معاك، لأنها لو ما ضحتش معاك لن تنجح. المرأة هي عضو الرجل، ولو ما ضحاش جوزك معاكي مش هتنجحي. وأبنائك، والتضحية دي معناها إيه؟ معناها بركة في الأطفال، وبركة في الرزق، وبركة في الصحة، وبركة في الفكر، وبركة في كافة أنحاء الحياة اللي إحنا بنعيش فيها، وحماية لك ولأبنائك. الإثم هو استغلال الضعفاء. من أنت؟ ومن أنت؟ ومن أنت؟ ومن أنت؟ ومن أنت؟ لكي تستغل الضعفاء الذين يدخلون الجنة 500 عام يعني منهم قبل الأغنياء. من نحن إلا بهم؟ لأننا تصدرنا الموقف، ومن يصدر الموقف لابد أن يكون أهلا لحمل المسؤولية. الإثم إننا ما نخطرش. يعني كنا بنتكلم مصطفى عثمان قبل كده، مش انت، تعرف مصطفى عثمان وسكندر علي كانوا في الشيشان في الحرب الأولى يناير 95 في عز التلج، كانوا في البوسنة بين طلقات الرصاص. كنا في أفغانستان لم نتوقف يوم واحد، حيث كانت تطلق الرصاص والمدافع يقاتل من أجل الآخرين ويدفع بهذه المخاطرة الله البلاء عن أبنائك وعن أهلك وعن زوجك.
الاسم ان احنا نخش مبادرات جديده. كفايه بقى من هنا على المجتمع بيتغير. المجتمع يتغير ولا بد ان نصنع وسيله او مسيره لتقابل هذا التغير اليومي في المجتمع. الاسم الا تصبح قدوه. احرص كل الحرص على ان تكون انت او انت القدوه. حرص القدوه حرص وليست خطبه وليست شعار وليست شعر، انما هي اداه. الحرص عدم التوكل على الله بعد العمل. نعمل ونتوكل ونعمل ونتوكل، لان لا نتواكل. التواكل اثم، اما التوكل بعد العمل هو الا نتوكل على الله بعد العمل، هذا اثم. الاثم الا ندعو الله الينا. معايا؟ يعني ربنا موجود معاك. انا عندي كلمه، اخر كلمه في وداع في كيب تاون، فبقول للاخوات والاخوه كان حاجه يعني ايه حصلت. عايزين في البلاد دي تسمع اصوات في الغرف اللي جنبك، خاصه في المساء لان تردنا الشرح في المساء مش الشرح. فلا بد ان تستحضر انت معيه الله كي يحميك مما تسمع، لان الشيطان هو ايه؟ انه يراكم هو من حيث لا ترونه. فتخيلوا يا شباب، دخلت الحمام معايا الشيطان، عشان ما قلتش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بك من الخبث والخباث. دخلت الحمام انت معاك الشيطان، قول له اعوذ بالله من الخبث والخباث، هيمشي مش هتفرج على حد فينا. لمست امرأتي كما يذكر القرآن من غير ما اقول لما جددت الشيطان هيكون معانا بيتفرج وجايب الشله بتاعته يتفرج. فالاسم الا ندعو الله، القرآن معانا لكن انا عايز ادعوه. وهتدعوه ازاي؟ انك قرآنه تسمعه ليل نهار، حتى لو كنا نفهمه ولا نعيه وقادرين على ايه؟ على قراءته. يكون الله في معيتنا بدعوتنا احنا، ان هو معنا لكن علينا ان ندعوه. الاسم في الخلوه، حذاري انا اختلي بامراه او طفل او فتاه، حذاري اصبعي اهو اهو، حذاري. هذا اسم، هذا ليس له شرع فقط، اصل في الشرع، ولكنه شرع في له اصل في النفس الاماره بالسوء. وحدث بلاوي زرع عرفناها بعد كده. حاولنا نقول الخلوه دي تخلف، لا، الخلوه هي شعور نفسي عند الرجل والمراه، فلا بد ان نعالجها. الاثم في عدم المطالعه والاطلاع. انا فاهم كل حاجه، ايه انت مش عارفه؟ مش عارفه؟ قولي مش عارف. مش عارف. ولا انا. عدم مطلع والاطلاع. الاثم بارتداء البسه زي يعني تجرح مشاعر الفقراء لانهم غير قادرين على ارتدائها، او التحدث بطريقه فيها تقعير وتخنيف. وكلمتين انجليزي على كلمتين ايه وانا مش فاهم حاجه، يبقى يعني الطفل والانمار كده قاعدين مش فاهمين حاجه، حاسس ان في بينك وبينه حجاز. الاثم هو عدم محاسبه النفس، ونفس وما سواها الهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها خاب من دساها. وبعدين بعد كده على طول يجيب لك ايه؟ كذبت ثمود بطغواها. ثمود دي كانت حاجه كبيره قوي، ولا امريكا ولا اوروبا ولا اي كلام من البطيخ ده. كذبت على طول. يعني النفس الداخليه، ثم ثمود وعاد وفرعون وهامان وقارون ونمرود.
ده الاسم عدم محاسبة النفس. يعني سيدنا مش عارف عمر او سيدنا علي يقول يا نفسي غري غيري، او سيدنا عمر ويضرب نفسه ايه بالدره كده، مش كده الدره؟ سيدنا عمر. وبعدين يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الاكبر. تزين بالعمل الصالح، تزين بتلاحم الفقراء المحتاجين حولك لكي يدافعون عنك. احد العارفين بالله في العراق اسمه يا رب كان ضابط امن، بس مش هذا الفكره، وكان سيء يشرب الخمره وكذا وكذا وكذا، وخلف بنت صغيره جميله. طيب لكن هي مش جميل؟ لا تنزي اوعد حوته ان انا جميل احسن تبقى بتعكسني. ها ممكن أو جميل. طب انا جميل. المهم ابراهيم بن ادم فكل البنت سواء دي بعد 3 سنين تقريبا، كل ما يمسك الخمره كده البنت ومزقها وهي صغيره، زقها الخمره من ايده دموعها مكسوره. عشق البنت دي بطريقه غير عاديه، هو كان سيء الخلق يعني. ماتت البنت فجاه، زي ما دلوقتي حاجه اسمها الموت المفاجئ. سمعتوا عن الموت المفاجئ؟ الموت المفاجئ الذي يحصل للارواح بلا سبب، اصبح علامه من علامات السور. المهم شافها في المنام، تبنته في المنام، وشاف نفسه على حافه الهاويه هيقع في جهنم والعياذ بالله، وشاف حد بيشده من ورا. طلعت البنت العمل الصالح التي منعت ابيها من ان يكون هالكا في النار، فتاب الى الله سبحانه وتعالى واصبح ابراهيم ابن ادهم العارف بالله. خدت بالكم؟ انا بس قلت اما كل الخواطر دي، وانا اعجب من القطبين، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. ايه؟ تجمع. فانا هقف دلوقتي، لو عندكم اي سؤال او اي تعريف او اي استفسار، فانا بحب الجلد المشوي المسلوق، ودي سكيننج يعني ايه بالعربي؟ المنزوع. وايه تاني؟ المحروم والمحمر والمسلوق. فاسلخوني اسلخوني اسلخوني. شكرا كثير لك يعطيك العافيه يا رب. يعطيك العافيه جدا صراحه، اخذتنا الى عالم مختلف تماما، ويمكن اجى الوقت المناسب. كاميرا مايله شكرا جزيلا دكتور، الله يعطيك العافيه على هذه المعاني الجميله جدا والرائعه. صراحه اخذتنا الى عالم مختلف تماما عن الواقع احنا ما نعيشه الا اعتقد، ووجد في وقت كثير مناسب لحتى نسمع هذا الكلام بهذا الوقت. يمكن في مشكله احنا عم نعيشها كهذا عم نشتغل في مكتب رئيسي بعيد عن الفيلم بشكل مباشر. نحن ما عم نشوف الخدمه لما توصل مباشره للمستفيد، حتى نشوف المراه اللي عم تحكي عنها اللي عم تنتظر الخدمه، والطفل اللي عم تنتظر المساعده. فغالب نقاشاتنا عم تكون جد، نقاشنا عم تكون ايميلات، عم تكون اجراءات. تمام. راح اعيد انا سريعا، عم بقول للدكتور من معاني اللي عم يحكي لنا اياها، وهي المشاعر اللي ممكن احنا نلمسها لما الحدا بيكون على تماس مباشر مع المستفيد الاخير من الخدمات اللي احنا عم نشتغل فيها. لكن كوننا نحن متواجدين في مكتب تنفيذي بعيد عن المكان اللي عم توصل فيه الخدمه، كيف ممكن نحن نعيش فعلا هاي المشاعر؟ كيف اللي حدا ماسك تقرير مثلا عم يكتب فيه 20 صفحه، واللي عم يدقق عمليات، واللي عم يرشف ملفات، واللي عم يعمل سيستم، واللي عم يوقع عقود وبروتوكولات والى اخره، التفاصيل الاداريه اللي هي بعيده كل البعد عن المعاني اللي ذكرتها حضرتك هلا، اللي بتخلي الانسان فعلا يتحمل الضغط اكثر، يتحمل الصعوبات اكثر، يلمس فعلا الاثر المباشر للخدمات اللي اساسا انشئت المؤسسه عشان. الله يعطيك العافيه. شكرا. عمري
الأمر الأول والأسهل دعوة الشباب من المكاتب المدنية عشان تسمعهم، مش لأنه هو بروجكت أوفيسر وأنت مسؤول قطاع تستعلي عليه. لما يأتي الشاب أو الشابة تستمعون إليه، تستمعون إليه كمعلمين وتلاميذ. الأمر الثاني عليك أن تنظم هذه الزيارات المدنية لكل الموجودين هنا لكي يستطيعوا أنهم يتعايشوا في هذه الأحوال مع الناس. ينزلوا انزلوا، مش باللبس اللي احنا لابسينه ده. كنت مرة لابس 2011 البنات زي الفل في مصر بقى، ولابسين لبس شيك قوي بتاع ده، مش حاجات لابس اكسسوارات دي كلها. واحنا رايحين بكره شلاتين وحلايب، وبصيت لهم كده قلت لهم باللبس ده؟ قلت لهم ازاي؟ انت راح تعملي فجوه على طول. هم خدوا رساله، لبس بقى لبس نظيف يعني، بس مش هو اللبس بتاع الافراح اللبس الغالي الى اخره. فلما تروحي تعيشي مع الارمله تكلميها، تعيش مع اليتيم تكلميها، تعيش مع الناس اللي دول وتتعايشوا معهم. لما احنا بنعمل فجوه يا اخ محمد يا اخ مش عارف اسمك انت ايه، بس انت تودي في داهيه انت خلاص بدون كينيا. لا ما بدون كينيا خلاص، ما كينيا راحت. الراجل قال انا عيلتي كذا وانت عيلتك كذا، كينيتين من اليمين. شفت بقى انت كنت بتقف جنب ليه؟ تعالى انت عارف انت عندك جنب ليه؟ عارف انت عارف نسيت والله من كينيا بتاعتي. لما نروح نعيش، مش نتفرج، نعيش. عرفوا بعض الاشاعات بتطلع من الاهالي هناك ليه؟ انهم مش بيشوفوش، ما بيشوفوش العمال المتوظفين من المؤسسات، بيشوفوا بس قاعدين في المكاتب، ما بيختلطوش بيهم، ما بيتكلموش معاهم، ما بيشوفوش المدراء. مش عشان كده الفجوه دي بتحصل. اي حد من الاهالي بيتكلم عننا كلام سيء، ده بالنسبه لشهادتك الاول. اي اسئله ثانيه للاخوه والاخوات؟ اتفضل تعالى هنا عشان البي بي سي موجوده هنا، اما سي ان ان موجوده هناك. طب جنب صعبه. السلام عليكم. ايه دكتور؟ صوت واضح. انت تكلمت دكتور عن الاثام التي يقوم بها عمال القطاع الانساني بالعموم عامه، وانت انا اول مره اشوفك ولا سمعت انك انا منهم، وانا منهم وانت منهم، وانت اخترت مع كثير من المنظمات باكثر من دوله ومنها تركيا. اكثر الاثام التي تصيب موظفي القطاع الانساني بتركيا، شو هي اللي لاحظتها اكثر شيء وشو نصيبتك؟ الناس لأن الخبرة كانت قليلة، الصدمة كبيرة داخل سوريا، فحسوا إن المال هو أهم شيء، ما حسوش إن المال هو جزء من الأشياء المهمة. يعني أنا كلمة منتهى الصراحة، لفيت كثير الحمد لله، ظهر في تركيا. وكنا بنعمل ورش عمل وكذا 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 الى ان وصلت مرحله من مراحل الناس بقوا يتعففوا مننا ويبقى شعورها. يعني ما حسوش ان ممكن يكون اضافه. ليه؟ لان هو بيعمل مع الجمعيه كذا، مع المؤسسه كذا، مع الامم المتحده، مش فاضيين. ودي حاجه من الحاجات ان انا جرحتني، مش انا لوحدي بس، كتير جدا من اللي حبوا يقدموا خدمات خبراتهم، الخبره دي يدفع عليها فلوس. ولو كان الناس العرب المسلمين دول عندهم خضرة وزرقاء وصفراء هتدفع عليها مبالغ محترمه. لكن انهم بيجوا لكم فلان وفلان وفلان وفلان
أصحاب الفلات من مزمار الحاجة اللي ده أكبر المشاكل اللي بتواجهنا الآن. نصائح قدمت من 7 سنين و6 سنين و5 سنين لم يأخذ بها، لأنها جت منين؟ جت منك، لو جت من حد تاني جت قبلة وأصبحت قانون. هنا نتكلم عن إيه؟ عن دي حذاري إن نعتبر المال هو الشيء الأساسي والوحيد، هو مهم ومهم جدا لكن مش كل شيء. ياما عندنا مؤسسات بسم الله ما شاء الله عندها الأموال بالشولة ما عندهاش ده. بنذكر أسماء مؤسسات إلى آخره. لما عندها مؤسسات عندها ده ما عندهاش المال. فلذلك يا أخي الفاضل علينا أن نحترم الجميع بما فيه اللي هو العامل والعاملة، الطباخ والطباخة، الحارس، السواق. تعرف لما مرة كنا عاملين مؤتمر للإيدز جنوب أفريقيا، والمؤتمر ده حصل فيه حادثتين يعني شوية كده إن شاء الله هنقول لكم عليه، الحمد لله هو مش حرج. أخ من الإخوة العرب أصيب بالإيدز، كان معانا بعدين صلي الظهر، فالراجل فجأة قال له إيه رأيك أنت هناك؟ اللي أصاب في الإيدز في الوقت ده عارفين بعض أسباب الإيدز يعني، قال أنا بعض الأخر في القائمة هيدرون في الشيشة. أنت بتديله الفرصة على كان هو مش كانش عارف يقرا الفتحة، لكن بتديله الفرصة على إنه يحس إن هو شيء مهم في المجتمع. ما تفتحيش الاسم اللي هو عمله اللي انت متعرفوش. اخت تانية كانت من بلد تانية عربية برضه واصيبت، ويقفوا معانا احد الاخوة قال لها تعالي هنا يا اختي، انت يا اختي تعالي جنبي. قلت له انا اختك؟ انا عارف ايه تاريخها ايه، انا مش عارف تاريخها. تخيل بقى انك بتعمل كذا وكذا 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 وكذا، واحد زيك انت في حيثيه وليه قيمه وليه قدر وليه مرجعيه دينيه، يقول لي البنت دي ان هي كانت ليها تاريخ وما يعرفوش طبعا، يعني في الظاهر ده انت اختي، يكون شعور ده كلمه طيبه صدقه، كلمه طيبه صدقه. ايوه انا اخطات، ايوه انا زنيت صح، ايوه انا سرقت، لكن تبت تبت خلاص تبت. زي الغانيه من بني اسرائيل اللي لقت كلب في الشارع فقلعت الجزمه، غانيه يعني غانيه خلاص، طلعته وشربته وغفر الله لها. كلب يدخل الجنه وقطه تدخل النار، فمن انا ان لا اعطي هذا القدر لمن اتعامل معه؟ من اتعامل معه هو ليه فضل عليا ان المال اللي بيجي مؤسستي هو مالي. شكرا. في حدا عنده سؤال كمان يا شباب؟ انا ممكن اسال سؤال انا حضرتك بسم الله ما شاء الله من خلال الخبره الكبيره والعمل الانساني لسنوات طويله بمختلف الدول، يمكن حضرتك بتطلع على العمل الانساني من خلال تركيا للشمال السوري كيف الامور عم بتكون، كيف ممكن احنا فعلا نخطط لمؤسسه تنجح وتكبر وتتوسع في ظل الصعوبات الكبيره اللي عم بتحيط بالعمل ككل في تركيا؟ في كثير متغيرات تحكم العمل، في قرارات سياسيه تحكم العمل، في امطار تحكم التمرين، ما هي نصيحتك لنا كاداره بهذه المؤسسه كيف ممكن يكون في عندنا تخطيط صحيح في ظل انه ممكن بعد شهرين وارد من يومين كنا عايشين فتره كثير صعبه بالانتخابات، وكان كثير وارد انه تتغير العمليه بشكل كثير كبير من خلال تركيا، وما زالت التحديات لا تنتهي. فما هي توصيتك لنا في ظل هذه الظروف؟ هو هي معدة كاملة
أول حاجة إحنا بنشتغل في المجتمع التركي. هل إحنا نشتغل مع المجتمع التركي ولا في المجتمع التركي؟ هل إحنا منفتحين؟ هذا كلمة مفتاح، كلمة تعددية، بعض الثقافات إلى آخره إلى آخره. الناس يعتبرون هنا إن إحنا طب ليه؟ إن حاسين إن بتجمع أموال أكثر من مؤسسات. أكثر من هلال الأحمر وإيش إيش بيقول مال منين؟ مع ذلك ما بنختلطش بيهم. أنت بتبذل المجهود عشان يكون لك أصدقاء. أنا أديك مثالين ثلاثة اللي حصل معانا مع غير المسلمين. مع غير المسلمين. اللي بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان سبب في تذكير الإغاثة الإسلامية في الأمم المتحدة في نيويورك 93 ما كانش بتاع السفراء العرب اللي كانوا موجودين اللي هم تخلوا عنا لأننا جربة. كان السفير الأيرلندي الكاثوليكي لأن احنا أخذنا بالأسباب، جبنا التعريف وجبنا الأرقام وقدمنا الحاجات وطلعنا على المنصة وطلبنا بحقنا. هيكون لنا سنتين في اليوم ده، اليوم جمعة، أيام الجمعة الجميلة، جات على المنصة وخدت الميكروفون فين؟ في الأمم المتحدة. الست تقول لي انزل، أنا مش نازل. انزل مش نازل. انزل ليه؟ طلبت تقارير تتهالي، طلبت ميزانية تتهالي، عايز إيه تاني مني؟ تدخل السفير الأيرلندي ده ما كانش مصري. شفافيتك، مصداقيتك، وتقاريرك خلي أي حد يقبلك. أخبار حضرتك؟ وقسم واحد ما تقفلتش الإغاثة فين؟ في أمريكا برغم إنها اسمها إسلامية. العلاقة اللي إحنا بديناها بيننا الحكومة البريطانية والأمريكية قبل 2001 ب10 سنين. أنت بتبدأ تبني الجسور تنفتح على الناس. يعني قبل 2001 أيام قضية الفوسنة وأفغانستان ما كنا نعطي الحق لأي أحد من عمال الإغاثة أن يخطئ ولو بنية صغيرة. خطأ بسيط ولو بنية صغيرة. ممنوع. ممنوع. كان اللي بيحمل الإغاثة الإسلامية في الشام امرأة ورجل. الرجل كان زيكو سوري. واللي في البوسنة كان سوري. وين ايه؟ فوق بقى. كان سوري بسم الله ما شاء الله في سراييفو. كان محمد ده بنجمه محمد. محمد كتارجي ها كان يعمل ايه؟ يسوق بالليل يقول لي عايز 500 دولار حد. مش قادرين نوصل له فلوس. وصل سراييفو. لكننا لم نخلط الاوراق. لم نخلط. ان اخ ال اخ بالعربي العربي بتاعك انت عجبك ان اخ ال ات الاوراق لم نلبس قبعه اخرى وقت الصراعات المسلحه في وقت اغتصاب ما لا يقل عن 40,000 بنت واخت اغتصاب ممنهج. الاخت كانت تغتصب في اليوم 5-6 مرات حقيقه. كان الذبح بسلاح الابيض. لم تتحرك مشاريعنا علينا عشان نفشل اعمالنا. او في الشان كانت الشخصيه الثانيه بعد محمد الاخر وفي محمد علاء عمار في الشيشان ومحمد كتارجي في الصغير. كانت اخت اسمها ناتاشا بسم الله ما شاء الله راجل بسم الله ما شاء الله راجل بعشرات من الرجال تلج مطر مسلمة شنية تلف مطر برد ولا تتحرك. احترمها الاعداء قبل الايه اصدقاء. ولابد تاخد عوامل النجاح. عوامل النجاح كثيرة. مش فقط انك هتروح تاخد صورة مع رئيس. ده مش النجاح. النجاح انك تخلي المجتمع يحبك ويلتف حولك. ويدافع عنك. وتجد أسباب التفاف المجتمعات حول الجمعيات. في جمعية من الجمعيات الكبيرة في مصر حول عشان ما إيه ما يكونش في تأسيس لأسماء الجمعيات حاولوا يقفلوها ويتهموها
خرج المحافظين والمحافظات او لا الا دي اللي بتطعم على الاقل 10 مليون وعندها مشافى وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا فاضطر القرار السياسي الامني يتخلى عنها. المسيره دي مشيت قد ايه؟ الجمعيه دي عندها 120 سنه قديمه. بالك؟ فلذلك الحمايه لابد تكون مسيره مش صوره او لقطه او 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 بيان عملناه. حمايه مسيره. لما دخلنا الامم المتحده في 93 قعدنا يمكن اربع او خمس سنوات او ثلاث اربع سنوات نستمع عشان نفهم الناس بتقول ايه. نفهم اللي بيتقال. ما كناش بننطح كده على طول زي الكباشة. في ناس بيخش زي الكبش مش فاهم حاجة. لا فاهم اللغة. خلي بالكم ليس كل من تكلم الإنجليزية ولا الفرنسية بيفهم إنجليزي. إن كل لغة ليها ثقافة. وكل ثقافة ليها مصطلحات. وكل صلاح ليها مختلف، كل مهنة ليها مصطلحات مختلفة. فقعدنا ثلاث أربع سنين نسمع. دلوقتي ما فهمنا بقينا نتكلم. دلوقتي عندي اسم جديد هقوله لك. وقلت خلاص ده اخر ممكن اعمل عشان ايه؟ ننهيها ونقول لهم ايه يناموا على الاسم ده. حد فيكم انجليزي يا مرسي؟ طيب انا هديله ترمينولوجي انا عملته بس عشان الكاميرا يبص عليك ما تبصش انت عليا. ايوه بسم الله ما شاء الله يعني تخيل كريتش ريتيريا انجليزي قاعد لك بالانجليزي يا مرسي؟ اه بالانجليزي. في الكلمة الإنسانية والتعريف بتاعها اللي هي ماتيريالزم هيومانيتي ماتيريال. المشرع هو الإنسان. القاضي هو الإنسان. الشاهد هو الإنسان. والمجرم هو الإنسان. كريتشيريتيريالزم بتاعتك أنت؟ المشرع هو الكرييتور اللي هو الله. القاضي الانسان. تقول لي قاضي انت قاضي كرييتور. اوكي. لا ست حركات اوكي. بانت في الاول زي كريتشرزم دلوقتي كريتشرزم كل الترمينولوجي بس ننهي كل مصطلح ليه فقه وليه فلسفته وليه ثقافته. لما هنقول كريتشرزم نرجع المرجعيه للخالق اللي هو كريتور كريتور كريتشر كريتشاريتي كريتشرتيريان. لما بتقول هيومانيتيريانزم ترجع المصطلح للهيومن هيومن هيومانيتي هيومانيتيريان الى اخره. خلاص يا مرسي شكرا. شكرا جزيلا دكتور. حد عنده سؤال يا صبايا؟ يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا على الخواطر الجميلة. للأمانة يعني طلعنا كسوريين تعلمنا العمل الإنساني مؤخرا متأخرين عن باقي الدول العربية. تأخرنا عن جميع الدول في تعلم الدول العمل الإنساني باستثناء بعض القارات المعروفة. السؤال كيف أنا بدي أحافظ على مبدأ من مبادئ العمل الإنساني اللي هو القيادية مقابل نظام مجرم تصرف ما تصرف وعمل ما عمل، وأنا بدي أظل أحافظ على هذه القيادية أمام مؤسسات الأمم المتحدة أمام اليو إن أمام كذا.
مفارقة جدا صعبة. دائما لما نجلس حتى في أواخر الاجتماعات صرنا نجلس مع بعض الأشخاص اللي جايين من دمشق وكذا، فتحس بالنفس إنك عم تجلس معه وبدك تحافظ على حياديتك اللي هو مبدأ من مبادئ العمل الإنساني. طيب العمل تخصصات، انت اسمك عمل انساني، في عمل حقوق، في عمل مناصرات، في عمل بحث، تحدثوا في ماذا تتحدث عنه، ماذا تستطيع ان تقوله اجعل الاخرين يقولونه. لذلك الادفوكسي او المناصره اما انا اعملها من خلال مؤسستي، ده خطر شويه، واما ان انا اعملها كمجموعه 30 40 جمعيه مع بعض يبقى الخطر اقل، واما ان انا ادعم مؤسسه الادفوكسي تقوم بيها وتقول اللي انت عايزه. ومن حقك انك تدعم مؤسسه الادفوكسي تقول اللي انت عايزه. مش مهم ان انا اقول كل حاجه، ان المعايير اللي بتحكمنا هي معايير انسانيه موضوعه على مستوى العالم، مش انا اللي وضعها، فلا بد ان انا نحترمها. لكن عليك انت بذكائك انك تكلف مؤسسات لها هذا المجال لكي تدافع عن حقوق وتتكلم عن هدية وتتكلم عن عدم الحياه الى اخره. هذا حابب يسأل يا صبايا يا شباب. أنا في جنوب أفريقيا. كومنت عام ليس سؤال. تفضل عناية تعال. طيب. كلام جميل لكن ما في إجابة قابلة للتطبيق. كل الكلام تفضلت فيه هو جميل ممتاز لكن قابل للتطبيق. نحن ملزمين بتعليمات المانحين. ملزمين بكل شيء يريده المانح. ولا نتمكن أبدا من الحياد عن هاي البوليسي اللي حطها المانح. ما في داعي إنه ندعي إجابة قابلة للتطبيق للأمانة بالواقع. لانه حاليا اي مؤسسه سوريه، انا عم بحكي عن مؤسسات الدوله ولا احكي عن الانترناشونال، الانترناشونال عندهم استقلاليه اكبر بكثير من المؤسسات الوطنيه، المؤسسات الوطنيه للاسف كلها تتبع ما يريده المالك ولا تتبع ما يريده المجتمع، لا تتبع ما يحتاجه المجتمع، تتبع ما يمليه المالك. فللامانه هذا كلام نظري جميل لكن غير قابل. لا مش نظري ولا معقد. ليس بنظريا لانه طبق. لا 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 حتى اسمها افغانستان باكستان لا على السلامه، رفضنا المال في اماكن اخرى، رفضنا المال واخباتك، لكنها مسيره انت عليك انك تنظر ما تستطيع ان تحققه. ما حدش قال لك ابدا حقق كل شيء في الاسلام او حقق كل شيء في الاخلاقيات، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن في اجزاء ممكن نحققها. هل حد قال لك ما تعملش اداره الابحاث؟ الحد قال لك ما تكتبش التاريخ عشان الاجيال تتعلمها؟ لما تنزل ل 40 او 50 نقطه تجد ان في مجموعه منها قابله 100% للتطبيق الان. هل حد قال لنا ان متلازمه المؤسس دي مرضيه؟ موجوده نطبقها الان. هل حد قال لنا ان احنا ليه ما بنشركش النساء والشباب؟ نطبقها الان، مالناش دعوه بالغرب. ففي اشياء انا استطيع ان اطبق منها اشياء كثيره، أنا في متناولي أنا، وفي أشياء مستشفى أخدمها أنا معاك، ففي أشياء منها أنت ما تقدرش لكن في غيرك يقدر. فلو كل واحد فينا استطاع أن يطبق ما يقدر عليه لاستطعنا أن نعمل التغيير. كتير جدا إحنا بنتكلم على الدعم الخارجي، فلذلك أنا بس تبقى متألم ليه؟ مش منك أنت. لا أبدا، لأن عملية تنوع الدخل ده أنا حفيت وبكيت فيه على مؤسسات السعودية منذ أكثر من 6 و7 سنوات. هم يا إخوانا لابد ما تعتمدوش على الخليج فقط، على الأمم المتحدة فقط. كم ده من إمتى؟ 2014 و15 و16
ما كانش حد بيستمع ليه؟ لان كان رونق المال اكبر بكثير جدا واقوى من لسان الضعيف. مردوش يسمعوا كلام ناس عندها خبره. احنا ياما شتمنا واتبهدلنا. انا السجان وعبد بالك لا مش انت عبايه بالك لكن سكت. رجعوني المطارات لكن رجعت تاني روحت نفس البلد اللي رجعتني المطار واخد بالك. فبالتالي انا بص ما هي قدرتي على العمل؟ انا اقدر اطبق يمكن خمس نقاط واخد بالك. مش في من الصحابه ضعفاء؟ سيدنا عمار بن ياسر تفوه بكلمه الكفر وبكى لما جاء قتل امه وابوه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له عن عاد وعد خلاص دي قدرتك يا عمار. ها؟ فلذلك استطيع ان اطبق ما استطيع ان اطبق. وانا بكلم حضرتك وحضراتكم كلكم الاخوات والاخوه ان احنا بدانا من الصفر. اقسم بالله العظيم ما كان معنا وانا مليم يوم بدانا 20 قرش لا في مكتب ولا في تليفون ولا في عنوان الا صندوق تبرعات على حائط. هكذا بدانا. يقعد نتكلم على مئات الملايين كل سنه. بس ده ما حصلش في عشية أضعاف، ده حصل في أخطاء وحصل في إنجازات وحصل في تجاوزات إلى آخره. واخد بالك؟ فلذلك أنا بس عشان إيه؟ آخذ جزء من كلامك صادق هنا 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 وجزء من كلامك يعني ممكن يحقق. مش كده برضك؟ وأنا سعيد وبحبك في الله. تعالى يا حبيبي. لأن أنا موافق معاك. أنا موافق معاك. بس لا بس يعني نحن نلتزم بالعقد بيننا وبين الأعمال وهذا شرط. ما فيش مشكلة. هذا ما أعلم. مش مشكلة. أما أنه يجي المانح أيا كان يفرض علينا شيء لا ما أنا مقتنعين فيه هذا مستحيل. من حقك وصل أكثر من كول فور بروبوزل الأستاذ بكر على مواضيع الشذوذ وما شذوذ بدون نقاش بدون ما نرجع لحدا وبدون ما نسأل لحدا فورا نفهم. أنا عاوز أتدخل. عجبك كده؟ كنا كويسين. بص يا احمد يا محمد عمر شوف يا عمر والله من وقت ما دخلت على الاي واي دي هذا مجال العمل الانساني لم نلتزم او لم نعمل اي نشاط او اي اجراء لا يتواءم مع اول امر هنا نسميه الثقافي الشرع الدين القيم حتى تدخله بمنظومة عملنا هي وفق نحن ما نفرضه بالغالب هاي سياستنا هاي انشطتنا عم حكيك بكل أماني وبكل صدق ما اشتغلنا أي شيء فرض علينا يخالف ما تعودنا عليه. أعطني أمثلة عملية وأنا جاهز للرد. البوليسي الداعم عندما متى تخالف سياسة الداعم العادات أو الأنج أو فينا نسمي القيم أو الدين أو الشرع أو ثقافة المجتمع. أعطيني أمثلة. نحن وقتها على سبيل إيه؟ البوليسي تبعنا البوليسي الداعم هي أقوى من البوليسي تبعنا وهي الأولوية أنها تتبع. ليش عندك استاندرات؟ تماما ما حدا عم طيب نحن ما عم نحكي عن بوليسي او عن سياسات لا تخترق ولا تعمل اي اذيه لمجتمعنا. شو المشكله نحن لما ناخذها؟ اما ما يخالف فانا انفضه فانا اقول اوكي انا نطالع لبرا. بس انا اليوم ما يعني what does it align with our culture. شو المشكله نحن نضل فيه؟ شو المشكلة؟ ليش هي كولتشر لك شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ في تبعات كثير أكثر من كولتشر سنوات من توزيع السلع مسؤول عن كثير منها تماما. أنت بتعرف إنه نحن بدنا جيش من الناس المعتمدين على السلة عاجز إنه يوقف على حيله ويروح يشتغل. نحن ما بنتحمل مسؤولية أمام هاي الناس وأمام هذا المجتمع كأبروتش أصدق؟
طب احنا ما حاربنا، طيب احنا كاي واي تي ما حاربنا لتحويل هذا الابروتش للسي بي اي اللي هو بيتكوين، اللي هو خلينا نقول يحفظ كرامه هذا المستفيد. اليوم عم نحكي مكاشفه، ما دخلنا وحاربنا انا وياك، انت كنت من هالناس هاي، وامبارح انا وياك بعثنا الكول انا والاستاذ رضوان وحضرتك، حاربنا لتحويل لهذا النمط المهين من وجهه نظرك لنمط اكثر كرامه لهي الناس. والكرامه انت عم تروح لمكان اخر تماما. ايه اوكي، عم تروح لمكان اخر تماما. ايه اوكي تمام. الناس الاف الناس سله وخيمه كرتونه وكيت لما يعمل الحطب على الاي واي تيجي عند اول شيء تجيب له كيت وتجيب له خيمه وتجيب له طياره وما راح يشتري حسب الوقت. طيب بنفس قرارك اذاكم لا خيانه. محمد ولا احمد؟ عمر. الله انت عمر. لا محمد ولا احمد؟ هذا يا عمر. ما تقولش المصريين يا عمر الا دي. شوف دي سياسه دول صح؟ قبلناها او ما قبلناهاش دي نمره واحد. لكن ليه ما مش قادرين نغيرها بقى يا اخ عمر؟ لان احنا كل منا بيعمل في وحده في يعني في ايه؟ في مساحته لوحده. واخد بالك؟ لكن لو اجتمعنا على اننا نعمل سياسه لا علشان عمليه ان هو الاعتماد اللي بنتكلم عليه ده اللي هو الديبندنسي سندروم ممكن نغير. لكن للاسف بعضنا انا موافق معاك لان الموضوع ده قتلني. انا بتكلم على جمعيه معينه، بتكلم على كل الجمعيات. لو الجمعيات اللي موجوده اجتمعت على قلب راجل واحد واستطاعت انها تقول لا احنا عايزين جزء من هذا المال يبقى لبناء القدرات علشان ما نخلقش اللي هو متلازمة الاعتماد. فأنا من الناس اللي بقول لك أيوه حصل وأيوه صعب، لأن دي حكومات وسياسة حكومات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن إحنا إن أردنا أن نغيره، وأقول الكلمة دي آخر مرة واثنين وثلاثة، علينا أن نضع لنا رأي كامل كمجموعة قوية من الجمعيات تقول لا. للأسف إحنا متنازلين. أنا مش مختلف معاك، بس أنا بقول لك إيه، كل حاجة ليها حل، بس كل حل ليه ثمن، وكل حل ليه اذان، وكل حل ليه رجال. جزاكم الله خير. وانا ابني الصغير اسمه عمر، بس انت يعني وسيم عنه. هو الصغير. شكرا جزيلا. نعتقد مثل ما حكيت دكتور وكل الزملاء الفاضل، في اشياء يمكن بايدنا ان نغيرها وكثير كثير. دكتور حكى 45 اسم، يمكن في اكثر من نص الواحد فينا يتجنبوا اكيد، وفي اشياء نسعى ان نطورها ونحن عم نحاول جاهدين أن يكون لنا بصمة بالتغيير، سواء بالسياسات، سواء بالتوجه، سواء بالإشياء ما ينفرد بالدعم اللي عم يصير للشمال السوري، سواء من ناحية الغاسي، حتى الحرب اللي صارت لحتى صار فيها نوعا ما تغيير بالشلتر بعد جهد جهيد من العمل لحتى حصلنا أن ننزل نوعا ما أنشطة جديدة، طاقة شمسية بلش ندفع. لكن نحن علينا نكون رائدين في المجال اللي نحن عم نشتغل فيه، ولا نستسلم مثل ما حكى الدكتور انه احنا نسعى نغير. بالنهايه هذا بلدنا وهي مسؤوليتنا، لازم دائما نحاول يكون عندنا هاي البصمه لحتى نغير الاشياء اللي كانت تتفضل موجوده بالاخير مفروضه علينا، لكن ما لازم نستسلم. ده هي واحد. ثانيا نكون متميزين فعلا بالشيء اللي نحن بين ايدينا وقانع عليه على الدائم روح النفس، اللي هو يفتح لنا المجال اكثر حتى يكون الكلمه مسموعه والطرح مسموع. لما الواحد يكون متميز في شيء بيجيب فكره اخرى اكيد تكون المساحه اكبر لحتى يطرح الافكار اللي ممكن هو يامن انه تكون افضل للمجتمع. يمكن ما عاد معنا وقت كثير. خلاص اخيرا ليس الانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. في انبياء رحلوا عن الدنيا ولم يؤمن بهم احد، لكنهم سعوا وبلغوا الرساله. فكن نبيا في عصره، كوني نبيا ورسولا في عصر، بغض النظر عن النتيجة. لكن علينا أن لا نكف عن إبلاغ الرسالة. سيأتي جيل بعدنا يبلغ. يعني أنا مش عايز أقول للسوريين أخفقوا، أبدا بالعكس، أما أنجزوا بالنسبة للعمر الزمني القضية في 10 سنوات الحمد لله حصل إنجازات كثيرة جدا. لكن عم نتكلم على الكمال، عن الكمال. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون نسعى السعي الحثيث قدر الإمكان، ومش مهم أن أنا أحقق كل حاجة،
حق الناس بحقها. شكرا جزيلا دكتور، الله يبارك فيك يا رب. طيب مثل ما تفضل الدكتور محمد من شوي انه من كم شهر الاي واي دي صار عمره 10 سنوات، 10 سنوات من العطاء والعمل والتميز والطموحات والتحديات والصعوبات، والحمد لله بعد 10 سنوات بعد ما كانت الاي واي دي فكره ومن ثم صارت واقع من خلال الدكتور محمد بدايته ومن ثم رويدا رويدا حتى الاي واي دي الان ما يقارب 1200 موظف. اي واي دي اول ما بدات يمكن بتبرع لسياره صغيره من ال بي سي حتى تتوزع للناس المتضررين اللي بلشوا يطلعوا على الشمال السوري. الان الاي واي دي عم تشتغل بخمس قطاعات والى الاسم اللامع بكل هاي القطاعات، وهي القائده في 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 هاي المجالات جميعا، وعم تشتغل هلا ما يقارب وصلنا يمكن لل 35 مليون بالسنة. هذا الكلام ما إجا من فراغ، ما إجا اعتباطا، ها كانت صدفة. ولما كانوا شخص واحد بمكتب الكلية ما يقارب هلا وصلنا إلى 100 حدا موجودين بالكلية، هذا يعني كثير من العرق والتعب، يمكن أحيانا البكاء والفرح والتضحيات والتحديات والضغوطات. كان في مشاعر فعلا كنا نلمسها بشكل كثير كبير في بداية التأسيس. تفضل الدكتور، لما الواحد يكون على تماس مباشر مع المستفيدين يمكن احنا شوي شوي اصلنا الحق انفسنا وقربنا اكثر على العمل الجاف والمناقشات والبوليسيز والاجراء والايميل والتواقيع، هالامور نوعا ما جيد انه نحن نرجع ننظر لانفسنا، نرجع هيك نفعل هاي المشاعر، نفعل هالقيم اللي خلت الاي وادي تبلش وتوصل للي وصلت له، اللي وصلت له هلا بعد 10 سنوات. نحن كتقدير بسيط للناس اللي كانوا فعلا لهم البصمه في وصول الاي واي دي الى ما وصلت اليه، حابين نهدي درع تقدير للاشخاص اللي طبقوا 5 سنوات مع الاي واي دي من تاريخ دخول الاي واي دي حتى تاريخ هاي اللحظه. فلو تسمحوا لنا مشكورين نهدي هاي الهديه البسيطه كنوع من التقدير والامتنان والعرفان للجهود الكبيره اللي كانت مبذوله من خلال هاي الاشخاص، سواء كانوا هن موجودين بدايتهم في الداخل وصاروا معنا هلا حاليا، لانه في كذا حدا بلش معنا في الداخل وهلا هو من القيادات واصحاب البصمه واصحاب التاثير الكبير بالاي واي دي. لذلك راح ابدا صاحب اللمسة صراحة اللي عم تكون معنا في كل دقيقة بالمكاتب والاهتمام والامتنان، الأم العطوف والأب الرحيم من كل ياتنا، أخونا الأستاذ عبد الوارث، فليتقدم. طيب هلا زماناته حدا حكى انه يامل لا يمكن عمر قال انه والله يعني لو انه شغلي لمال ابوك ما هيك بتعاملنا. قلت له فعلا هي اشد من مال ابوك، الحرص الشديد لاخونا عبد الوارث على الاهتمام بالتفاصيل والمتابعه الدقيقه، واذا واحد وقع خاله بقول بس ما يشوفنا عبد الوارث وضيع قلم ما تقولوا لعبد الوارث هذا ما شاء الله بطاريه ما صار زمان الله يسترنا. يعني ما شاء الله عليك، الله يعطيك الف عافيه استاذ عبد الوارث، شكرا كثير لجهودك وتفانيك واهتمامك بالتفاصيل، الله يعطيك الف عافيه. ننتقل الان الى الشخص اللي موجود كمان بكل خناقه بس الخناقه الايجابيه اللي كانت فعلا هي عم تعكس احتكاك كثير كبير بالداخل ومن ثم انصقلت بالاحتكاك بمكتب تركيا من خلال الخبرات والأقسام اللي